السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح هذا اليوم هذه الصورة تحت عنوان لحظة وصول الممثل صالح أقروط إلى الأراضي الجزائرية بعد تماثله للشفاء، ولكن الممثلة الجزائرية نضال ترد بهذا المنشور على حسابها الرسمي قائلة: كلنا ننتظر عودته بصحة وعافية، وحتى هو يقول لي في كل مرة أكلمه وأكلم زوجته الفنانة فاطمة بالحاج، يقول أنه اشتاق للوطن ولجمهوره في كل ربوع الوطن، لكنه ما زال إلى حد هذه اللحظة يواصل رحلة علاجه في فرنسا. إلى الصفحات الكاذبة والباحثة عن الشهرة على حساب الفنان صالح أقروط أقول لكم: كفاكم كذبا على الناس. كل من يشاهد هذا الفيديو جزاك الله خير الجزاء، لا تنسوا هذا الرجل من صالح دعاويكم.